بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. تعتبر وصفة الليمون مع الزبادي من الوصفات السحرية والتي توصلت إليها الدراسات، وذلك في قدرتهما على القضاء على الكرش وتكدس الدهون في تلك المنطقة، كما أنهما يعملان على حرق الدهون، مما تساهم هذه الوصفة في تخسيس البطن وإزالة الكرش، بالإضافة إلى أن الزبادي في هذه الوصفة يحتوي على عنصر الكالسيوم، وهذا الشيء معروف والذي يعمل على الحفاظ على صحة العظام والحد من المشاكل التي تصيبه كهشاشة العظام. بعض التجارب أجريت على بعض الأشخاص عندما تناولوا الزبادي مع الليمون مع حمية غذائية، لوحظ أن هناك تغير ملحوظ في مقاسات البطن بعد تناول هؤلاء الأشخاص لوصفة الزبادي الخالي من الدسم مع عصير الليمون. كما الليمون، فلاحظوا تغيير ملحوظ، قلت، في مقاسات البطن بعد تناول هذه الوصفة قبل النوم، وشعروا كذلك براحة خلال النوم ونشاط في الصباح، حيث أخذوا هذه الوصفة 3 مرات في اليوم، بالإضافة إلى تقليل السكريات والنشويات. فكانت النتيجة بعد 4 أشهر أن هؤلاء الأشخاص قد فقدوا ما نسبته 80% من دهون البطن، ونسبة 22% من وزنهم الإجمالي، ونسبة 61 إلى 60% من دهون الجسم بشكل عام. كذلك في هذه الوصفة تناول الزبادي مع الليمون غني جدا بالكالسيوم، ويعمل على تحفيز حرق الدهون وعدم تكدس دهون جديدة، ونقص الكالسيوم يعمل على إنتاج إنزيم ينتج الدهون الضارة. وكذلك هذه الوصفة تحتوي على الزبادي الذي يحتوي على العديد من الفيتامينات، منها فيتامين بي، مجموعة الفيتامين بي، بالإضافة إلى البروتين، والذي أثبتت الدراسات أنه يساعد في تخفيض ضغط الدم المرتفع. طريقة استخدام هذه الوصفة: نأخذ 100 جرام من الزبادي الخالي الدسم، ونقوم بعصر نصف ليمون عليه. نأخذ نصف ليمونة فقط، لأن هناك بعض الأشخاص يتحسسون من عصير الليمون. نقوم بعصر النصف ليمونة ونضيفها مباشرة على الزبادي بهذا الشكل، نخلط جيدا الزبادي مع عصير الليمون، ونقوم بتناول هذه الوصفة يوميا قبل النوم مع اختصار وجبة العشاء، إذا كان الوزن يعني وزن كبير جدا. نختصر وجبة العشاء، قلت، إلى هذه الوجبة، يكون علبة زبادي 200 جرام، وطبعا الزبادي دائما يكون خالي من الدسم، أو ألا تزيد نسبة السعرات الحرارية عن 100 سعرة حرارية. نخلط جيدا ونتحصل على هذه الوصفة، قلت، نتناولها قبل النوم يوميا. الوصفة هذه آمنة للمرضعات، يمكنهم أكل هذه الوصفة، للأطفال كذلك، لمن يعانون من الوزن الزائد يمكن إعطاؤهم هذه الوصفة والاستمرار عليها، ومن أول أسبوع بحول الله في ظرف 10 أيام ستلاحظون الفرق.
بالأخير لا تنسوا الاشتراك بالقناة ومشاركة هذا الفيديو حتى تعم الفائدة. أترككم في رعاية الله وحفظه، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.